معاك يا مينا.
مش عارف اشغل يعني. مش عارف تشغل؟ انا مش عارف اشغل. أمينة، أمينة معايا؟ الو يا دكتور، انا أي سامع أمينة، حضرتك. أي أمينة، خلاص نبدأ؟ اي دكتور ألو، نبدأ أمينة؟ انا سامع حضرتك. انا دقيقه واحده ألو، دكتور وهبدا، دقيقه واحده وهبدا وهعمل شير سكرين لحضرتك. طيب ابدأ يا مينا عشان الناس تتجمع. خلاص تمام يا دكتور، ماشي يا دكتور تمام. مساء الخير على كل اللي موجودين. أنا بتشرف النهاردة بوجودي مع حضراتكم. أنا أمين عماد، إيفا فارما. طبعا أنا بشكر جدا دكتور محمد عبد الرحمن إن هو إدانا الفرصة إن إحنا نبقى موجودين مع حضراتكم. يمكن في الظروف الصعبة اللي إحنا موجودين فيها دي صعب إن إحنا نتقابل أو نتجمع أو نشوف حضراتكم، بس بنحاول على قد ما نقدر نستغل الفترة دي ونستخدم التكنولوجي في إن إحنا نقابل حضراتكم وممكن نتواصل مع حضراتكم. يعني ان احنا النهارده المفروض ان احنا هنتكلم على توبيك مهم جدا دكتور محمد المفروض هيكلمنا عنه النهارده، اليوزر اسكيميك ستروك. بس في البدايه كده انا حابب بس بريف كده سريع لحضراتكم على البورتفوليو بتاعنا في سي ان اس كايفا فارما. احنا يمكن الحمد لله ايفا النهارده البرودكتس بتاعتنا موجوده في كل الديزيز اللي هي في النيورو سايكاتري او نيورو ساينس بورتفوليو بتاعنا زي ما بنقول. عندنا حاجه مهمه جدا في الباركنسونز البرودكت الراميكسول، يمكن حضراتكم تعرفوه البراميكسول ده هيدروكلورايد تركيز الربع وتركيز الواحد. عندنا كمان في جزء الالزهايمر عندنا تو برودكتس مهمين جدا، عندنا الدونازيل اللي هو دون بيزيل هيدروكلورايد ال 5 مللي، وعندنا كمان الريفيمانتين الميمانتين هيدروكلورايد ال 10 مللي جرام. كمان عندنا في السليب او الويك فولنس ايجنت عندنا البرودكت اللي هو الجديد اللي لسه كنا بنعمله لونش من فتره قريبه اللي هو الارمويك الارمودافينيل ال 50 مللي جرام، وحاليا دلوقتي افيلابل في كل الصيدليات في مصر كلها الحمد لله. حاجه تانية كمان عندنا الانتي ابليبتكس البرودكت تو برودكتس بتوعنا الزونيفان الزونيساميد 50 مللي وتركيز 100 مللي جرام. كمان عندنا الاوكسجريكس الاوكسي كاربامازيبين ده 300 مللي جرام. كمان برضو الايرا اللي هي الانتي سايكوتيك عندنا الاولانزا الاولانزابين 5 مللي جرام، هيبقى سون قريب موجود في الصيدليات البي ام، هو حاليا دلوقتي موجود في كل المستشفيات الصحه وان شاء الله هو موجود في مناصه الجامعه، فان شاء الله هنبدا نورده الفتره اللي جايه. كمان حاجه مهمه جدا وهي الانتي ديبريسنت تو برودكت الباروكستين السي ار ال 12 ونص وال 25، وان شاء الله على الشهر اللي جاي هيبقى 37 ونص كمان موجود في الماركت في الصيدليات. كمان عندنا الفيلا تروب ديزفيلفاكسين ال 50 مللي وال 100 مللي جرام. فاحنا البورتفوليو بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كبير جدا. احنا مش بس كده اكتفينا بالبرودكتس اللي معانا، لا كمان احنا عندنا ابكمنج لونش كتيره جدا. عندنا برودكت زي الليبسي ليف الاسلي كاربامازيبين اسيتات، كمان عندنا هيبقى سيرينومانتين ده ميمانتين اكستندد ريليز. كمان هيبقى عندنا برودكت جديد احنا يمكن ذا فيرست الماركت اللي هو الدونازبين ده عباره عن كومباينيشن بتوين الميمانتين اند الدونبيزيل. كمان هيبقى عندنا ان شاء الله الريفاستالون ده ريفاستاجمين ترانسديرمال باتش. طبعا احنا الفيوتشر زي ما بنقول احنا السي ان اس ايفو فارما ان شاء الله هنبقى الفيوتشر. عندنا نيو جنريشن من الانتي ديبريسنت، كمان عندنا ايرا جديده في الام اس، كمان عندنا برودكت جديده في الباركنسون تريتمنت، وبرودكت ان شاء الله هتبقى في الميجرين. حاجه مهمه كنت حابب اقولها لحضراتكم
ان احنا ان شاء الله الحمد لله قدرنا حاليا دلوقتي التو برودكتس موجودين في مستشفى الجامعه اسيوط صحه نفسيه. عندنا الدونازيل الخمسة ميلي جرام حاليا موجود، كمان عندنا الزونيفان حاليا برضو موجود. فلو حضراتكم البيشن بتاع محتاج برودكت الدونازيل في حالات الالزهايمر ده افيلابل، ولو الزونيفان از انتي ابليبتيك برضو از امونو سيرابي او از ادجوفان سيرابي برضو حاليا دلوقتي موجود. دلوقتي انا بشكر حضراتكم جدا على الوقت اللي حضراتكم سمحتوا لي بيه، وفي زميلي شادي هاخد بريف سريع كده عن البروكستين السي ار. اتفضل يا شادي. مساء الخير دكتور محمد، مساء الخير الدكاترة الأفاضل. مساء أهلا بيك يا دكتور، خليني أعرف نفسي. أنا شادي باسم وهيب. أهلا بيك يا دكتور محمد. يعني خليني أعرف نفسي في السريع، أنا شادي باسم وهيب، ميديكال سيلز ريبريزنتيف شركة إيفا فارما لاين السي إن إس. إن شاء الله هتكلم في دقائق معدودة، مش هاخد من وقتكم كتير يا دكاترة. عن الباروكسيتين، يعني هو مش برزنتيشن قد ما هو إجابة على ثلاث أسئلة مهمين على الباروكسيتين. أول سؤال، إيه اللي فرق الباروكسيتين أذا مولكيول عن أذر الأنتي ديبريسنت مولكيولز؟ زي ما هو واضح قدامكم يا دكاترة، الباروكسيتين أذا مولكيول هو الوحيد الـ FDA approved في كل الانديكيشنز سواء الديبريسيف أو الأنكزياس بيشنز، وبالتالي احنا ممكن نستخدمه للديبريسيف بيشنت او الانكزياس بيشنت او الميكسد بيشنت. الباروكسيتين في نقطتين ثلاثه بيشتغل ازاي؟ الباروكسيتين بيعمل انهيبيشن للسيروتونين ريابتيك ترانسبورتر، والباروكسيتين بيعمل انهيبيشن للنور ابنفرين ترانسبورتر. بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، وبيحصل له سيكريشن في اليورين. وزي ما هو واضح قدامك يا دكاترة، الهاف لايف بتاعته 21 ساعة. تاني سؤال، ايه اللي يفرق الباروكسيتين الاي ار بتاع ايفا الاولد فيرجن عن النيو فيرجن اللي هو الباروكسيتين السي ار الكنترولد ريليز؟ اللي بيفرقه هما نقطتين. النقطة الأولى ان الباروكسيتين السي ار بقى عليه طبقة زي لاير من فوق من البوليميريك ماتريكس، هدفها ان هي بتكنترول الديسوليوشن بتاع الباروكسيتين، وبالتالي انا ممكن اتحكم في الريت بتاع الديسوليوشن ده من 4 لـ 5 ساعات. النقطه الثانيه في الفرق بين الاي ار الباروكسيتين والسي ار، ان الباروكسيتين السي ار زي ما هو واضح قدامكم بقى مغطى بطبقه من الانتريك كوت، وبالتالي انا كده اتغلبت على مشكله النوزيا والفوميتنج اللي كانت موجوده في الباروكسيتين الاي ار القديم. الدوزز بتاعت الباروكسيتين، يعني الباروكسيتين مينلي بنستخدم من 25 في الميجور ديبريسيف ديس اوردر، وزي ما هو معلوم لحضراتكم يا دكاتره ان احنا بنبتدي تايتريشن ب 12.5 في الميجور ديبريسيف ديس اوردر، والاو سي دي بنستخدم 12.5، البانيك ديس اوردر بنستخدم برضو 12.5، الاس اي دي او السوشيال انكزايتي ديس اوردر بنستخدم ال 12.5. اخر حاجه، احنا عندنا ثلاثة باروكسيتين، ثلاث تركيزات من باروكسيتين السي ار، ال 12.5 25 37.5 ان شاء الله هينزل قريب. ال 12.5 الشريط منه 18 جنيه، العلبة فيها ثلاث شرايط. 25 الشريط منه ب 23، وال 37.5 ان شاء الله الشريط منه هيبقى ب 27. ايه المسج بتاعت الباروكسيتين؟ خلينا اوضح، الباروكسيتين دواء افكتيف جدا، وهو في الكلينيكال ترايلز اللي عملناها لبيشنتس عندهم ميجر ديبريسيف ديس اوردر اتضح ان هو ويل توليريتد. واخر حاجه، خلينا نقول ان الويزدرول افكت بتاع الباروكسيتين زيه زي البلاسيبو من الادويه الثانيه. وكده خلصنا الباروكسيتين. شكرا دكتور محمد، شكرا دكاتره. احنا دكتور محمد، حضرتك دلوقتي ممكن تشير السكرين بتاعت حضرتك
بس احنا كمان لو في دكاترة، انا لو هي في عندها مشكلة في الصوت، هي ممكن على جنب كده اللي هي عند علامة ميوت يدوس كونكت ويز اوديو بحيث يشغل الصوت لو في حد من الدكاترة مش التكنيكال دي واقفة معايا. اوكي يا مينا. تمام يا دكتور، اتفضل حضرتك. ماشي. كده الصوت مسموع؟ تمام يا دكتور، انا سامع حضرتك كويس. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بقول لمينا وشادي وكل الاخوه المسيحيين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد القيامه. الحاجه الثانيه اللي انا بقولها بشكر شركه ايفا وكل الممبرز في شركة إيفا، مينا وشادي ودكتور أحمد وباقي الزملاء، على بصراحة الخدمة الجميلة اللي هيقدموها للقسم العصبية جامعة أسيوط. إن إحنا هنعمل البوست جراديو تيتشنج، هيدونا يومين كل أسبوع عشان نعمل فيها البوست جراديو تيتشنج، فشكرا جزيلا ليهم. الحاجة الثالثة بقول لكل أولادنا النواب والمدرسين المساعدين وأساتذتنا كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد القيامة ومناسبة رمضان، وربنا إن شاء الله يخلصنا من الموضوع ده على خير ونرجع تاني كلنا نتجمع عن طريق، مش هيبقى الإنترنت، عن طريق إن إحنا نبقى قاعدين كده وشنا في وش بعض، لأن كده الشركة مش هتعرف تجيب لنا وجبات، إحنا عايزين وجبات، وتبقى الأمور زي الفل كده ونقعد مع بعض إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على يعني فكرة مبسطة على السيريبروفاسكولار ستروك. هو بصراحة دي المحاضرة معظمها للجونيور ستاف، لكن فيها جزء ممكن يفيد السينيورز شوية، أو بمعنى أصح لكن لو حد من الزملاء أو أساتذتنا حاضر معانا نستفيد منه لو في لي كومنت على أي حاجة في خلال المحاضرة. النهاردة هنتكلم على الأوفرفيو on cerebrovascular stroke. أول حاجة هنتكلم عليها اللي هو definition of stroke. زي ما احنا عارفين الستروك عبارة عن حاجة focal neurological deficit due to obstruction of blood vessels سواء بثرومبس او امبولاي. الاوبستراكشن ده هيعمل لي فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت نتيجه الاسكيميا اوف برين اريا اوف ذا برين او رابتشر اوف ذا بلاد فيزلز. الرابتشر ده هيعمل لي هيموريج وبليدنج. الهيموريج ده لا اما انترا بارينكيماتاس او في السب اراكنويد سبيس، ممكن يحصل في اماكن ثانيه زي الاكسترا ديورال والسب ديورال. الاكسترا ديورال والسب ديورال بس احنا مش هنتكلم عليهم هنا بالتفصيل، لكن هنتكلم في الاول ميلي على الاسكيميك ستروك. طيب الاسكيميك ستروك او الستروك عامه الاهميه بتاعتها مش ان هي السكند كوز اوف ديث زي ما بنقول حاليا، ولكن المهم جدا في الموضوع انها it is a major cause of adult disability. الديسابيليتي دي جايه نتيجه، مش نتيجه اللي هو اللونج تيرم افكت بتاع الستروك، لا ده ايفن الانيشال سيمتومز بتاعتها فيري ديبليتينج. يعني العيان لما يجي لي بمانيفيستيشن اوف ستروك بيبقى دي حاجات بتبقى ديبريسوجينيك للبيشنت وللفاميلي، والسو بتعمل لونج تيرم فانكشنال امبيرمنت في الاكتيفيتي وبالذات نتيجة الويكنس أو نتيجة السبيتش. أول حاجة هنتكلم عليها في الموضوع ده الإبيديميولوجي أوف ستروك، قد إيه الستروك very important أو البردن أوف ستروك قد إيه. طبعا الإبيديميولوجي أوف ستروك في
في العالم كله وفي مصر طبعا جامعه اسيوط متفرده في موضوع الابيديميولوجي ده. واحنا في اسيوط او يمكن الجامعه الوحيده في مصر كلها اللي عامله ابيديميولوجي، والابيديميولوجي اوف ستروك خد حظ كبير جدا انه اتعمل في كذا اريا في الابر ايجيبت، اتعمل في اسيوط وفي انا وفي سوهاج وده حوالين النيل، وتعمل برضو في الخارجة والقصير في الديزرت اريا. والابيديميولوجي اوف ستروك زي ما باين في الجدول ده، احنا الكروت بريفرنس ريت بتاعنا من حوالي 500 ل 900 بير 100,000، وده قريب جدا من الاوروب كانتريز. الاوروب كانتريز زي ما باين حوالي 360 ل 3000، وقريب جدا من الامريكان الساوث امريكان حوالي 174 لغايه الى 646. وهو طبعا في رينج كبير حتى ايفن حتى في الابيديميولوجي اوف ستروك في الابر ايجيبت، وده يبين ان في اختلاف كتير في الميثودولوجي اوف ابيديميولوجي. لكن في الارب كانتريز الكروت بريفرنس ريت بتاع الستروك كان اقل بكتير، يعني في السعوديه وفي تونس اللي هم اكتر دولتين في الارب كانتريز هم اللي عملوا ابيديميولوجي كان 42 لحوالي 186. وبالتالي ده يدينا فكره ان الستروك دي حاجه فيري امبورتنت ان احنا نتكلم عليها، لان هي طبعا بتاثر كتير. الحاجه الثانيه ان احنا هنتكلم على كومون ستروك ميكانيزمز او كومون ستروك ميكانيزمز، احنا هنتكلم هنا على قد ايه برضو هتبين لي البردن اوف ستروك قد ايه او قد ايه المشكله اللي انا قدامها. الستروك بتتقسم زي ما قلنا لاما اسكيميك ستروك او هيموراجيك ستروك زي ما قلنا في البدايه خالص، لكن البرسنتج بتاعها قد ايه. البرسنتج بتاع الاسكيميك ستروك حوالي 85%، لكن الهيموراجيك ستروك حوالي 15%. ال 15% بتوع الهيموراجيك ستروك دول اللي هم انترابارنكيماتس هيموراج وسب اركنويد هيموراج، لكن ال 85% اوف اسكيميك ستروك بنقسمهم باثولوجيكالي لكلاسيفيكيشن ثانيه خالص. بنقول في اسكلروتيك سيربوفاسكولار ستروك او لارج ارتري اسكيميك ستروك. اللارج ارتري اسكيميك ستروك دي زي البيج ارتريز الانترنال كاروتيد ارتري افكشن الميدل سيربرال الانتيريور سيربرال البوستر انفيريور سيربرال الفيرتبرال البازيلر ارتريز. البازيلر ارتريز دي كلها لارج ارتريز نتيجه فورميشن اوف اثروماتوس بليك بتعمل لي اسكيميك ستروك. الحاجة الثانية البنتريتنج ارتريز او اللاكونر ستروك دي نتيجة افكشن للبنتريتنج ارتريز او الاند ارتريز او الاند ارتريز، ودي نتيجة arteriosclerosis of the blood vessels. الحاجة الثالثة الكومون الامبوليك ستروك دي لاما كارديو امبوليك مينلي نتيجة AF atrial fibrillation أو valve disease أو ventricular thrombi أو other causes، لكن ممكن الامبولاي دي تجيني من big arteries من artery to artery big artery، يبقى في thrombus في internal carotid أو common carotid artery وتطلع منها امبولاي توصل لتعمل لي obstruction لل blood vessels. كريبتوجينيك ستروك نوت يعني الكريبتوجينيك نوت ديو تو ديفينيت ايتيولوجي، مع ان الايام دي بقى بدا يطلع ليها ايتيولوجيز كتيره مش هنخوض فيها، لكن بدا يدوروا على الايتيولوجيز وما فيش حاجه اسمها كريبتوجينيك ستروك. الاذر انيوجوال كوزز اوف ستروك زي البروثرومبوتيك ستيت او ديسكونكشن ديسكشن اوف ذا ارتريز أو الأرترايتس أو الميجرين. أعتقد إن كلكم معايا، وياريت في النص كده لو حد عايز يسأل عن حاجة يقول لي يتكلم ويسألني أو يوقفني لو في حاجة مش واضحة في الشرح.
احنا كده قلبنا كتير قلبت. فده بالنسبة للكومون بريزنتيشن، ده الكلاسيفيكيشن بتاع الاسكيميك ستروك اكورد والهيموراجيك ستروك اكورد باثولوجيكال. الحاجة اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها كومون بريزنتيشن او ايتمز معينة انا هلمسها هنا في الكلينيكال بريزنتيشن، مش كل الايتمز بتاعت الكلينيكال بريزنتيشن. لو جينا احنا قلنا الاسكيميك ستروك بتمثل حوالي 85%. الجدول ده بيوضح لي كلينيكال مانيفستيشن اقدر من خلالها اقدر سجست ان دي اسكيميك ستروك ولا هيموراجيك ستروك، سجست ان دي ثرومبوتيك ولا امبوليك، لكن الحاجات دي طبعا مش شارب. الاسكيميك ستروك هنقسمها في الثلاث اجزاء الاولين في الجدول، ما اعرفش يمكن الجدول هنا مش واضح كويس، ثرومبوتيك وامبوليك ولاكيونر. والهيموراجيك ستروك هنتكلم عليها بعد ما نخلص الاسكيميك ستروك. اول حاجه مهمه جدا الفاكتورز اسوشيتد وذ ذا اونست. الاونست بتاع الثرومبوتيك ستروك ممكن موست كومونلي بتمثل هي حوالي 35%. موست كومونلي بتحصل امتى؟ اوكيرز دورينج سليب. لكن الامبوليك ستروك حوالي 30% وبتحصل امتى؟ دايما دورينج اووك اووك تايم، يعني الداي تايم. اللاكونر ملهاش، ممكن تحصل دورينج سليب اور اووك تايم. الحاجه الثانيه الميجر كوز او الايتيولوجي اوف ذا اسكيميك، مش عارف السلايد سي بترجع تاني، انا بحب اكبر الشريحه فبترجع تاني فمعلش. الاسكيميك ستروك 50% ممكن الثرومبوتيك ستروك 50% منها بيحصل قبليها ترانسنت اسكيميك اتاك. اللينك بين الترانسنت اسكيميك اتاك والثرومبوتيك ستروك 50% قبليها بيحصل ترانسنت اسكيميك اتاك. الترانس اسكيميك اتاك ليس كومون في الامبوليك ستروك، لكن بتحصل حوالي في حوالي 11%، لكن ممكن تحصل في حوالي 23% من اللاكيونر ستروك. البرزنتيشن بتاعها بتاع الثرومبوتيك ستروك بتبقى سلولي. سلولي هنا مش جراديوال، معناها يعني معناها رابيد اونست وليس سلولي على يعني تاخد مثلا مينتس، تاخد مينتس عشان يحصل الديفيسيت، لكن ممكن تبقى بروجريسيف فور وان داي مثلا يحصل بروجريشن، لو دي بنسميها البروجريسيف ستروك. لكن الامبوليك ستروك بتبقى ميلي سادن، واللاكونر ستروك ممكن تبقى ابربت سادن او ممكن تبقى رابيد او جراديوال اونست. واللينك ويز with trans ischemic attack. نيجي بعد كده الهيموراجيك ستروك. الهيموراجيك ستروك سواء كانت انت هنقارن الانترا سيبرال مع السب اراكنويد. الفاكتور اسوشيتد with the onset 90% of cases occur when the patient is calm and unstressed. يعني ده هو when the patient calm، العيان لما يبقى هادي بتحصل معاه في العيان البهادي وما فيش استرس عليه، وبتحصل في البلاك اكتر من الوايت. لكن في السب اراكنويد بتحصل دورنج اكتيفيتي، دي مهمه جدا لان مين الكوز بتاعها انيوريزمال، وبالتالي ان ممكن يحصل الرابشر للانيوريزم. لكن السب الانترا سيبرال مينلي هايبرتنسيف، وبالتالي ممكن العيان يبقى كالم غير ما احنا متصورين نقول العيان زعل، حتى ايفن لو زعل بيبقى كالم مش دورنج اكتيفيتي. الميجر ايتيولوجي في الانتراكرانيال هيموريج، البارانكيماتس هيموريج بيبقى هايبرتنسيف، لكن في السب اراكنويد
ميلي انيوريزمال او مالفورميشن فاسكولار مالفورميشن. البيشنت ويز انتراكرانيال هيموريج بتبقى وزن مينتس الانسل بتاعته وزن مينتس يحصل فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، لكن في السب اركنويد عشان انيوريزمال بتبقى سادن انسل. الترانس اسكيميك اتاك ممكن تحصل في الانترا سيريبرال هيموريج وممكن تحصل في السب اركنويد، تحصل في حوالي 8% في الانترا سيريبرال هيموريج او 7% في العيانين ويز سب اركنويد هيموريج. يعني هنا اللي احنا عايزين نطلع منه من السلايدز دي الانست مهمه جدا بتاعه العيان، هل رابيد انست ولا سادن انست ولا ممكن تبقى بروجريسيف، دي هتحدد لي الباثولوجي ممكن او الى حد ما هتعمل لي سجشن للباثولوجي. الحاجه الثانيه الترانسكيميك اتاك اللي احنا عايزين، الرساله اللي انا عايز اوصلها من خلال السلايدز دي، الترانسكيميك اتاك مش لازم تكون بتحصل مع الثرومبوتيك، بتحصل مع other types of ischemic stroke وبرضو ممكن تحصل مع الهيموراجيك ستروك. الايتم الثاني المهم اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الباثوفيسيولوجي اوف ischemic stroke. الباثوفيسيولوجي اوف ischemic stroke عشان نفهم الباثوفيسيولوجي اوف ischemic stroke لازم نعرف الانرجيتك ميتابوليزم اللي ازاي بيحصل في البرين. البرين عندنا بيكون حوالي 2% من البودي ماس، بياخد حوالي 15% من الكاردياك اوتبوت، وبرضو بياخد حوالي 20% من الكاردياك 15% كاردياك اوتبوت 20% من الاكسجين، حوالي 170 ملي مول بير جرام بير مينت. برضو بيستهلك 25% من الجلوكوز، كل جرام من البرين بير مينت بيستهلك حوالي 30 ملي مول اوف جلوكوز اوف توتال بودي كونسبشن. لما السيريبرال بلاد فلو النورمال بتاعنا، النورمال سيريبرال بلاد فلو الكلام ده مهم جدا، النورمال سيريبرال بلاد فلو من 55 ل 65 ملي بير ميت جرام هيومن برين. الهيومن برين اكستراكت اباوت 50% اوف اوكسجين باي ديفيوجن و10% اوف ذا جلوكوز سبلاي عن طريق الكارير. خلاص كل 33 كل مولكيول من الجلوكوز بيديني 33 مولكيول من الادينوزين ترايفوسفيت اللي هي الاي تي بي اللي هي الطاقه المهمه جدا ليا. 60 ل 70% اوف ذا انرجي فور ايونيك جريدينت، يعني بتستخدم لتستهلك في الايونيك جريدينت في عن طريق الممبرين ترانس ممبرينس. ال 40 ل 30% بتستخدم في السينثيسيس والريليز اند ابتيك اوف نيورو ترانسميتر اند فور تيرن اوفر اوف سيلولار ستراكشر. الجراي ماتر require more energetic than white matter. The gray matter بتاخد energy أكتر من ال white matter. يبقى من ال slides دي very important نعرف إن البرين بيستهلك كمية كبيرة جدا من ال oxygen من الجلوكوز، بياخد حوالي 20% من أو 15% من الكارديك أوتوبوت، والenergy كل مولكيول من الجلوكوز بيديني 33 مولكيول من الاي تي بي. وهنا هنعرف بعدين دي اهميه الحاجات دي ايه، لان الامور كلها لان هو بياخد الجلوكوز mainly by diffusion from the blood. طيب الفاكتورز اللي بتاثر على الاكستنت اوف اسكيميك انجري، يعني في فاكتورز كتيره بتاثر لي على الاسكيميا. الريت اند ديوريشن اوف اسكيميك ايفنتس، الديوريشن مهم جدا اوف اسكيميك ايفنتس، يعني كل ما طول الديوريشن اوف اسكيميك ايفنتس كل ما كان السايز اوف انجري كبير جدا، وده مهم جدا في التايم ويندو، very important في التايم ويند. عشان كده العيان لما اقدر الحقه في الفيرست اور او السكند اور غير لما الحقه في الفورس اور او بعد 6 اور هتفرق معايا، او بعد ويل ديفلوبمنت اوف ذا
انفاكشن، يعني يحصل كور ويحصل حواليه البنمبرة تبدأ تبقى دايد. عشان كده الديوريشن اوف اسكيميك ايفنت والريت فيري امبورتنت. الحاجة التانية الكولاترال سيركوليشن. الكولاترال سيركوليشن كل ما الكولاترال كانت بيتنت وكل ما البلاد سبلاي وصل بسرعة للاريا السبلايد باي اوكلودد فيزلز كل ما كان الامور افضل بكثير. الحاجة التانية السيستميك سيركوليشن والارتيريال بلاد بريشر. السيستميك سيركوليشن لو عندي لو كاردياك اوتبوت، لو العيان عنده لو كاردياك اوتبوت او في كارديوميوباسي او في دايليتد هارت او خلافه هيأثر كتير عليا في السايز اوف اسكيميا. لو العيان الارتيريال بلاد بريشر بتاعه فيري هاي او انا عملت له سادن lowering of the blood pressure ده هيأثر لي على الاسكيميك اريا، بيزود لي الاسكيميك اريا. الكواجوليشن بروفايل، الكواجوليشن بروفايل بتاعي لو العيان الكواجوليشن بروفايل بتاعه نورمال هيأثر على الاسكيميك انجري هيبقى اقل، لكن الكواجوليشن بروفايل بتاعه ديفيت افكت ممكن يأثر سواء بهيموراجيك ترانسفورميشن او بيزود ايه الـ size of infarction. الـ temperature very important. الـ temperature احنا العيان ممكن يبقى له great fever في البداية وما نهتمش بالموضوع ده، وعشان كده الـ antibiotic والـ anti-inflammatory very important early in stroke، وبالذات لو العيان كان not indicated for TPA. لو العيان كان نوت انديكيتد فور تي بي اي لازم اظبط الحراره بتاعتي. الهاي جريد فيفر بتبقى فيري دينجرس للعيان وتاثر على السايز اوف انفكشن الحاجه الثانيه الجلوكوز ليفل. الجلوكوز ليفل لو عالي او واطي بيأثر لي على السايز اوف انفكشن، فهو المفروض ان انا اظبط السيرم جلوكوز في البدايه، وبالذات طبعا لو واطي ده فيري دينجرس على البرين اكتر من الهاي بلاد شوجر. دي الفاكتورز فيري امبورتنت ان او افكتنج السايز اوف انفكشن والاريا انجرد اريا largely او بصفه كبيره ممكن تأفكت mainly البنمبره او الاريا اوف اراوند ذا كور اوف انفكشن. يا ريت الجونيور ستاف لو الجونيور المدرسين المساعدين والنواب لو عايزين حاجه عيدها او انا سريع شويه ممكن يقولوا لي حد فيهم يتكلم ويقول لي ايه الاخبار. الباثوفيسيولوجي هنا ايه اللي بيحصل، احنا كل ده مقدمه الفاكتورز افكتنج على الاسكيميك ستروك والانرجيتك ميتابوليزم اوف ذا برين تعتبر مقدمه للباثوفيسيولوجي. الباثوفيسيولوجي عندي هنا ايه بيحصل لي على تو ليفل، على الماكرو تيشو والمايكرو تيشو. اول حاجه هنتكلم عليها باثوفيسيولوجي اون ماكرو تيشو. الماكرو تيشو بيحصل للسيريبرال بلود فلو مينلي الافكشن بيبقى في السيريبرال بلود فلو. السيريبرال بلود فلو بيتاثر على الاسكيميك ثريشولد نفسه اللي هو الكور الاريا اللي دايد اللي هي في النص، او على الاسكيميك بنمبرا اللي هي الاريا اللي حوالين dead area احنا بنسميها ischemic penumbra. في حاجة اسمها auto-regulation. auto-regulation ازاي البرين بيعمل regulation للcerebral blood flow. في معادلة مهمة جدا زي ما هي واضحة، cerebral blood flow يساوي cerebral perfusion pressure على cerebral vascular resistance. السيريبرال فاسكولار ريزيستنس ده اللي هو ايه الريزيستنس بتاع البلاد فيزلز اللي هو الفازو دايلاتيشن او الفازو دايلاتيشن او الفازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز.
لما بيقل السريبرال برفيوجن لما بيقل السريبرال برفيوجن بريشر تو ابروكسيميتلي 50 تو 60 ملي متر مركري ايه اللي بيحصل؟ المفروض عشان اول ما يقل السريبرال برفيوجن بريشر عشان السريبرال بلاد فلو السريبرال بلاد فلو ما يقلش او السريبرال بلاد فلو عشان السريبرال بلاد فلو اول ما يقل ايه اللي يحصل؟ عشان السريبرال برفيوجن بريشر ما يقلش يحصل ايه؟ يحصل فازو دايلاتيشن اوف ذا سريبرال اوف ذا سريبرال فيزلز يعني السريبرال فاسكولار ريزيستنس بيقل. فعشان كده الناتج بتاع الكسر ده ما يقلش والسريبرال برفيوجن بريشر ستيل هاي ستيل هاي. لكن لما يوصل لنسبه معينه السريبرال برفيوجن بريشر يقل لدرجه انه يوصل ل 50 ل 60 ملي متر ميركوري يحصل ماكسيمم او ماكسيمال فازو دايلاتيشن. فما مش هيحصل فازو دايلاتيشن تاني وبالتالي اي خلال في السريبرال بلاد فلو هيقابله على طول ديكريز في السريبرال برفيوجن بريشر لان السريبرال فاسكولار ريزيستنس مش هتقدر تقل اكتر من كده. Blue this limits. Cerebral blood flow would depend passively on cerebral perfusion pressure. يعني خلاص cerebral blood flow هيعتمد على cerebral perfusion pressure. أول ما يقل هيقل بالتتابع معاه. طيب normal cerebral blood flow قد إيه؟ normal cerebral blood flow من 50 ل 60 سي سي per 100 جرام per minute. بتختلف الامور في البرين من اريا لاريا يعني ممكن الجراي ماتر يختلف عن الوايت ماتر. لما السريبرال بلاد فلو يقل من 50 من 60 مثلا او من 50 يوصل ل 30 من 20 ل 30 اللي بيحصل لوس اوف الكتريكال اكتيفيتي. التشو از ستيل فايبل لكن الالكتريكال اكتيفيتي بتاعته بتبقى لوس. لو قل تاني وصل ل 10 سي 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 بير 100 جرام بير مينت هيحصل ايه؟ هيحصل نيورونال ديس. يبقى المفروض النورمال عندي من 50 ل 60 لو قل وصل من 20 ل 30 هيحصل لوس اوف الكتريكال اكتيفيتي. لو قل اكتر من كده ال 10 هيوصل ليه هيحصل نيورونال ديس ودي اللي بيحصل فيها الكور. يعني احنا عندنا الفانكشن بيبقى حته في النص اسمها كور دي بيبقى فيها نيورال ديس يعني السيربرال بلاد فلو فيها اقل من 10 لكن الاريا اللي اراوند البنمبرا بتبقى فايبل لكن فيها لوس اوف الكتريكال اكتيفيتي يعني السيربرال بلاد فلو فيها من 20 ل 30. عشان كده يبقى المين تارجت بتاعي انا ان انا اوصل السريبرال بلاد فلو في الاريا دي من ازوده من 20 ل 30 للنورمال ل 60. طيب المايكروسيلولار ميكانيزم اوف نورال انجري احنا هنا يبقى عرفنا الماكروسيلولار. الماكروسيلولار عرفنا ان ازاي بيحصل الفكره بتاعت ديكريز في السيريبرال بلاد فلو والريت بتاعه والنورمال يوصل كام واللوس اوف الكتريكال اكتيفيتي بتبقى كام ولما يحصل نيورونال ديس يبقى كام. طب نيجي نتكلم على المستوى المايكروسيلولار. على مستوى المايكروسيلولار الميكانيزم على مستوى المايكروسيلولر موضوع تاني خالص. يبقى هنا الايتم دوكها الفكره ان انا اوصل بلد ان انا لو بعالج المشكله دي هوصل بلد للاريا دي يبقى انا هفتح الاوبستراكتد فيزلز. يبقى هفتح الاوبستراكتد فيزلز عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا عن طريق تي بي اي عن طريق الثرومبكتومي اقدر افتح البلد فيزلز. وصلت البلد ل للاريا اللي دايد دي ووصلت السيبرال بلاد فلو هل العيان المفروض ان يخف كومبليتلي؟ في الحقيقه لا. فبعض العيانين طبعا تخف
لكن بعض العيانين في مشكلة تاني. إيه المشكلة تاني؟ اللي هو الإفكت على المايكرو سيلولار ميتابوليزم. إيه المايكرو سيلولار ميتابوليزم؟ بيحصل إيه؟ بيحصل فورميشن أوف مايكرو ثرومباي، بيحصل أكوميوليشن أوف نكسوس ميتابوليزم. في ميتابولايتس بتبقى دينجرس، بتبقى أكوميوليتد، دي المفروض إن أنا أتخلص منها. الحاجة الثانية يحصل interaction of endothelial cell with leukocyte and platelets. يبقى إحنا عشان نفهم الباثوفيسيولوجي ده على الماكروسيلولر، أحل المشكلة بالتي بي اي أو التيشو بلازمينوجين أكتيفيتور أو الثرومبكتوم وافتح الأرتري اللي تقفل. طيب على مستوى الميكروسيلولر ميتابوليزم الشينز دي اللي هتحصل أحلها إزاي؟ أحلها بحاجة اسمها نيورو بروتكتيف دراجز، اللي هي لسه لحد دلوقتي نوت سولفت. طب ايه هي الابنورمال ميتابوليزم اللي بيحصل؟ تعال نشوف مع بعض. في الفيسيولوجيكال كونديشن البي اتش اوف لوكال اكسترا سيلولار كومبوننت كنترول بوسي الميلي البي اتش اوف اكسترا سيلولار الاريا نفسها اللوكال الاريا اللي فيها افكشن الاكسترا سيلولار بي اتش فيري امبورتنت very important انها بتتحكم في cerebral blood flow للاريا دي، بتتحكم في حاجه تاني الاكسجين ريليز فروم ذا فاسكولار بيد تو ذا تيشو، برضه تتحكم في الريليز والابتيك اوف نيورو ترانسميترز. خلاص يبقى البي اتش هنا لو اتغيرت بتتغير كل الايتيمز دي، cerebral blood flow بتاعي بيقل، الاكسجين ريليز من الفاسكولار بيدز او الفاسكولار تريتوريس او من البلد نفسه من التيشو بتقل، او الريليز اوف نيورو ترانسميتر والابتيك بتزيد، عشان كده بيحصل انجري. لكن الانتراسيلولار بي اتش بتتحكم في ايه؟ بتتحكم في السيتوبلازميك انزيمز، السيتوبلازميك انزيمز او البروتوليتيك انزيمز انسايد السيتوبلازم، especially those في الجلوكوز ميتابوليزم اللي بتستخدم في الجلوكوز ميتابوليزم. ولذلك لما الاسكيميا تحدث هيحصل lack of oxygen stimulate anaerobic glycolysis to produce ATP. احنا كنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان المولكيول بتاع الجلوكوز لما يحصل له glycolysis هيديني 33 ATP، لكن هنا لما ما فيش اكسجين هي بالتالي اللي هيحصل انيروبيك اوكسجيشن او جلايكوليسيس، انيروبيك جلايكوليسيس عشان يطلع لي ATP. الانيروبيك ده كل مولكيول من الجلوكوز يديني 1 ATP. هيحصل برضو اكوموليشن لاكتيك اسيد والكربون دايوكسيد، وبالتالي هتتغير البي اتش بتاعت ال هتتغير البي اتش ريدكشن اوف ذا انتراسيلولار بي اتش اند ايرفيرسيبل دامج، هيحصل ايرفيرسيبل دامج. خلاص يبقى هنا البي اتش سواء في الاكستراسيلولار فيري امبورتنت وفي الانتراسيلولار فيري امبورتنت واكوموليشن اوف لاكتيك اسيد. نيجي الاكزيتوكسيسيتي، في نيورو ترانسميترز بتحصل بتعمل انجري للسيلز او البنمبرا. الاسكيميا او ديكريز اوف ذا بلاد يحصل ديبليشن للنيورونال انرجي ستور، لما يحصل ايه النيورال انرجي ستور ديبندنج اون ميمبرين او بامب بتقل، يحصل ماسيف ريليز اوف بريفيسلي ستورد نيوروترانسميترز. النيوروترانسميترز اللي موجوده ستورد في الفيزيكلز بيحصل لها صدر ريليز زي الكاتاكولامين والسيروتينين، هتعمل ايه؟ فازو كونستريكشن، وهتزود لي انكريز انترالوميونال بليتليت اجريجيشن، وبتقلل لي السيريبرال بلاد فلو، وبالتالي في النهايه بتزود الاسكيميا. زياده على كده بيحصل ايه؟ الامينز دي كاتاكولامينز بروموت نيورونال بيرستنج فايرنج، بتزود الفايرنج بتاع السينابسس، ولما تزود الفايرنج بتاع السينابسس هيستهلك انرجي
وانا اصلا الانرجي عندي قليله لاني اصلا عندي الكل مولكيول من الجلوكوز بيديني اي تي بي واحده مش بيديني 33 اي تي بي زي الاول. Other substances can be released such as amino acid which are considered to be neurotoxic when massively released, in particular glutamate as well as other excitatory amino acid can induce neuronal depolarization and the production of nitric oxide will free radical وبيحصل لي more injury ده على مستوى الميكروسيلر. برضو في الفسيولوجيكال كونديشن بيحصل there is a concentration gradient of intracellular and extracellular ions. يبقى في concentration gradient بره الممبرين وجوه الممبرين. الجريدينت ده is maintained by continuous work of calcium pump. لما الـ ATP بقى production يقل الـ ATP is dependent calcium pump are blocked ويحصل intracellular calcium concentration rapidly raise. الكالسيوم يدخل بغزارة داخل الخلية due to the ionic gradient and promote cascade of event such as massive release of neurotransmitters وactivation of intracellular proteolytic enzyme ويحصل more death للخلية. لما الايونيك جريدينت بتاع الممبرين بيحصل له failure لانه محتاج انرجي الكالسيوم هيدخل بسرعة داخل الخلية. الكالسيوم داخل في السيتوبلازم هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ريليز يساعد على ريليز للنيوروترانسميترز كتير ويعمل more damage وبرضه يعمل لي يحفز البروتوليتيك انزيمز هتعمل لي مور انجري ودامج للسيلز. The damage of cell membrane induce massive movement of hydrogen or potassium or sodium ions and production of fatty acid and free radicals. The free radicals dramatically contribute to neuronal death by producing superoxide ion which is also to disrupt lipidic chain and block big cytosolic molecules. ده المايكرو سيلولار تشينز اللي بتحصل سواء البي اتش سواء في اللوكال اكسترا سيلولار او انترا سيلولار سواء الايونيك جريدينت بتاع السيل ممبرين لما يحصل له فيلير ايه او سواء التي بي اي الاي تي بي لما يقل بيحصل انرجي فيلير ويحصل كل الحاجات المعتمده على الانرجي دي يحصل ريليز للنيورو ترانسميترز وبالذات الجلوتاميت الاكسايت توكسيك نيورو ترانسميترز يعمل لي مور انجري. كل التشينز دي بتحصل فين؟ بتحصل في الاريا اوف بنمبرا. طيب يبقى انا هنا مش كفايه من الكلام اللي احنا بنقوله ده ارجع تاني للاريا اللي الحته بتاعت السيريبرال بلاد فلو اللي هي هتحصل على الماكرو سيلولار. مش كفايه ان انا افتح البيزنس اللي اتقفل، لا ده انا المفروض اعمل بروتكشن نيورو بروتكشن للاريا بتاعه البي نمبرا ان انا الميتابوليك تشينز دي كلها ان انا اقدر اتحكم فيها واعمل بروتكشن للسيلز. عشان نلخص الموضوع ده، لما السيريبرال بلاد فلو بيقل من 18 ل 20 النيورونز لوس زير كابابيليتي اوف الكتريكال كوندكشن بوست سبونتينيوس اند بروفوكت. يعني حتى لو عملت لها بروفوك مش هيحصل لها، برضه يحصل لوس اوف الكتريكال اكتيفيتي. احنا قلنا من 50 ل 60 نورمال، من 20 من 18 ل 20 تبدا يحصل لوس اوف الكتريكال اكتيفيتي. لما السيريبرال بلاد فلو يقل من 20 ل 10 او ل 12 هيحصل ايونيك هيموستاسيس وجنرال كولابس اوف ذا ميمبرين ويحصل ديس للسيلز. ذي سيريبرال بلاد فلو ثريشولد فاري فروم سبيشيز تو سبيشيز، من سبيشيز لاخر. الحاجه الثانيه بيختلف من الاريا لاريا على حسب
الconsumption of energy يعني الgray matter غير الwhite matter. The cerebral blood flow threshold which produce an irreversible tissue damage in function is probably the same that produce ionic hemostasis اللي هو قلنا عليه من 10 ل 12 يحصل دي اللي بيعمل للكور. عشان كده قسموا الاريا بتاعت الانفاكشن الكلام اللي انا بقوله في خلال الكلام احنا بنقول الكلام ده لسنترال كور حتى في النص اللي هو السيريبرال براد فلو بتاعها بيبقى ابسنت او بيبقى اقل من 10 تمام. دي خلاص النيرون دايد النيرون دايد فوبالتالي خلاص مش هيحصل فيها ما تبقى irreversible. لكن الحتة او الاريا اللي حوالين الكور ده بنسميها border region اللي هي البنمبرا الاريا with normal blood flow الاسكيميك بنمبرا characterized with moderate cerebral blood flow reduction cerebral blood flow فيها بيبقى قليل بيحصل protein synthesis inhibition وproduction of acidosis and edema with prevention of the electrical activity. وهي الاريا دي اللي هي بترجع تاني يبقى الكور ده ممكن يبقى irreversible لكن البنمبرا دي هي اللي انا بحاول احافظ عليها بحاول ارجع لها cerebral blood flow دي نمرة واحد. الحاجة التانية بحاول ارجع الميتابوليك تشينز اللي حصلت والتشينز في النيورو ترانسميترز. السيكنس of the ischemic penumbra and the time of its survival depend on يعني لو دي تعتبر ملخص الكلام البنمبرا دي السيرفايفل بتاعها ان انا ترجع طبيعية تاني من تعتمد على ايه وحتى السيكنس بتاعها تبقى صغيرة ولا كبيرة. الريزيدوال سيريبرال بلاد فلو او في عندي ريزيدوال سيريبرال بلاد فلو النيورال دينستي يعني جري مطر بتتأثر اكتر من الوايت مطر. البري اسكيميك ميتابوليك كونديشن لو العيان قبل الكونديشن دي ميتابوليكلي اخباره ايه and opening of cerebral blood vessels ان انا افتح cerebral blood vessels دي بسرعة. عشان كده الويندو مهم جدا ان انا افتح فيه cerebral blood vessels. الثيرابيوتيك ويندو اللي هو ايه التايم which normal cerebral blood flow is re-established and or neuroprotectors agents either block or reduce the progression of ischemic penumbra. تمام يبقى هنا ان الثيرابيوتيك ويندو ده غير الويندو التايم ويندو الابسد بفور ان انا اتدخل بالتريتمنت. ثيرابيوتيك ويندو ده اللي بيعتمد التايم اللي انا اقدر ارجع فيه سيريبرال بلاد فلو وان انا احافظ على الميتابوليك تشينز دي للاريا بتاعه البنمبرا. هو ده كل ما كان قليل كل ما كان ان انا فتحت بسرعه وكل مكان ان انا قدرت اغير الميتابوليك او اعمل بروتكشن للميتابوليك تشينز دي اللي بتحصل كل ما العيان يتحسن بسرعه. فعشان كده في فاكتورز كتيره بيعتمد عليها اللي هو ايه التريتمنت والاند ريزلتس بتاع التريتمنت بتاعي. يبقى هنا لو هو الباسو فيسيولوجي ممكن بتاع الاسكيميك ستروك يلخبط شويه لكن لو احنا قدرنا نعيد تاني او نقول ان انا الباسو فيسيولوجي بتاعي في الاول في فيسيولوجيكال كونديشن بتحصل في في فيسيولوجيكال كونديشن بتحصل معايا لازم اكون عارفها النورمال فيسيولوجيكال تشينز والاوتوريجيليشن دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لازم اعرف الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل على الماكرو سيلولر او ماكرو ليفل والباثوفيسيولوجي اللي بيحصل على المايكرو ليفل وده اللي بيعتمد عليه التريتمنت بتاعي سواء تي بي اي او ثرومبكتومي ذا فورم اوف اوبننج اوف ذا اوكلودد فيسلز او نيورو بروتكتيف دراجز.
الحاجة الأخيرة احنا مش هندخل فيها جامد، لكن ان انا هدي فكرة عنها اللي هو التريتمنت اوف تريتمنت استراتيجي. عشان كده المفروض ان انا في الاسكيميك ستروك بشوف الحاجات برايمر بريفنشن، ان انا اشوف ماس سكرينينج الناس، اعمل ماس بوبوليشن استراتيجي، اشوف الناس اللي عندها، اعمل سكرينينج للناس اللي عندها هاي بلاد بريشر، الناس اللي عندها هايبر جلايسيميا، الناس اللي بتدخن، الناس اللي بيحصل لها هايبر لايبيديميا. عملت سكرينينج للناس، هقسمهم الناس دول، هسميهم هاي ريسك. الهاي ريسك دول هبدا لازم اعالج الحاجات دي كويس خالص، اعمل تريتمنت للبلاد بريشر كويس، اعمل لو العيان بيدخل في الترانسيان اسكيميك اتاك لازم اعمل له جود انفستيجيشن وجود انترفنشن عشان امنع ان يحصل يدخل في ستروك. العيان اللي عنده AF أو Atrial Fibrillation لازم ياخد كير منه كويس، سواء بالدياجنوز أو بالتريتمنت عشان أمنع أن يخش في الستروك. الأذر Vascular Diseases سواء Vasculitis وخلافه اللي فيهم، يعني الناس اللي عندهم Risk Factors دولة بنسميهم People of High Risk، دولة لازم أعمل لهم Good Management. عملت لهم Good Management، لكن بعد العيان دخل عندي في ستروك، العيان دخل في ستروك اللي هي بنسميها فيرست ايفر ستروك، العيان دخل في ستروك هنا لازم اعمل ايه تريتمنت بتاعي؟ لا اما اكيوت تريتمنت اللي هو الانترفنشن عشان اقلل الموربيديتي بتاعه الستروك، اقلل الموربيديتي بتاعه الستروك. العيان ممكن اعمل له سكندري بريفنشن، اعالج نفس الريسك فاكتورز دي افتر ما الستروك اوكر عشان امنع الريكرنس. الريكورنس هاي بالذات في فيري هاي بالذات في الفيرست فيو ويكس للوان مانث عشان امنع الريكورنس ده، سواء ايميديت ريكورنس او ايرلي ريكورنس او ليت ريكورنس، او خلاص العيان ان حصل ستروك وهبدا اعمل له ريهابليتيشن عشان اقلل الديسابيليتي بتاعه العيان ده واخليه يقدر يتعامل ويبقى فانكشنينج ويبقى يقدر يعمل كير للفاميلي بتاعته او يقدر يعيش باقل ديسابيليتي، بديسابيليتي اقل. ده السلايدز دي بتوريني الكوليكشن ازاي انا اتعامل مع الاستروك ازاي. عشان كده ده تلخيص ازاي اعالج الاستروك. يبقى الايتمز اللي انا هعالج فيها الاستروك ايه؟ تريتمنت اوف ريسك فاكتورز لارج بوبوليشن، تريتمنت اوف هاي ريسك بيرسونز، مانجمنت اوف اكيوت استروك سواء اسكيميك او هيموراجيك، بريفنشن اند تريتمنت اوف اند نيورولوجيكال كومبليكيشن، ريهاب، بريفنشن اوف ريكارنت ستروك. السلايدز دي عن الهايبرتنشن مش هنتكلم فيها هنا. الاكيوت الستروك هنا ده السلايدز دي بيبين حاجه ظريفه. الايديال هنرجع تاني للايديال، ودي الرساله اللي انا عايز اوصلها. الايديال تريتمنت اوف ستروك ايه؟ الايديال تريتمنت اوف ستروك ان انا افتح الارتر اللي اتقفل في اسكيميك ستروك، اعمل ريبرفيوجن استراتيجيز افتح الارتر اللي اتقفل. الايديال تريتمنت تاني ايه؟ ان انا سايتو بروتكشن للخلايا دي، سايتو بروتكشن استراتيجي. الحاجه الثالثه ان انا اقلل الانفلاميشن، اقلل الانفلاميشن. ودول طبعا الحاجه اللي خلاص انا فيلد في الحاجات دي كلها، او ايفن عملت الحاجات دي كلها وحصل بروجريشن او ديسابيليتي ستيل بريزنت، هروح للبريفنشن اند تريتمنت اوف كومبليكيشن. احنا لغايه فتره قريبه كنا بنعالج الاستروك ازاي؟ بالرابعه دي اللي هي البريفنشن اند تريتمنت اوف كومبليكيشن، ان انا كير اوف ريسبيريشن، كير اوف ذا بلادر، كير اوف انفكشن، كير اوف سكن، ومش عارف ايه وريهاب. لكن بعد ما طلع تي بي اي تيشو بلازمينشن اكتيفيتورز بدا يعمل لي ريبرفيوجن استراتيجيز، بدانا نفتح الارتري دي وان انا اعمل ريبرفيوجن، وده المعوقات بتاعته كتيره جدا، سواء الانديكيشن بتاعت مش كل العيانين طبعا، السلكتيف كرايتيريا بتاعته فيري ريستريكتد، وال الامور هتبقى افضل. لكن فاضل عندي لحد دلوقتي فيلير في العالم كله، ان انا مش قادر اطلع نيورو بروتكتيف دراجز عشان يعمل لي ايه؟ سايتو بروتكشن للخلايا.
او بيعمل لي يعمل لي تريتمنت للانفلاماتوري سيلز، وده الارم الثاني المهم جدا عشان اعالج الاستروك. هو النيورو بروتكتيف دراجز دي طلعت كتيره، بس لقوا انها عايزه ايرلي ادمنستر. عشان توصل للبرين ايرلي لازم يكون في البلاد برين بارير بتاع البلاد برين بارير في الاول بيبقى انتاكت، وبالتالي محتاج كارير عشان يعدي النيورو بروتكتيف دراجز دي عشان توصل للبرين. الرساله برضو اللي انا عايز اوصلها من خلال الكلام ده، مش عايزين نتخيل ان التيشو بلازمينوجين اكتيفيتورز ده هي هو اللي هيحل لي المشاكل كلها. هو ذا مين تريتمنت او ذا اونلي تريتمنت اوف اكيوت اسكيميك ستروك انتل ناو، لكن مش هتخيل ان هو اللي لازم يحل لي كل الحالات. لو العيانين كلهم جوني في تايم ويندو ثيرابيوتيك ويندو في خلال 4 ساعات ونص، وقدروا يجوني في خلال التايم ده وقدرت اديهم التي بي ايه، عمرهم ما كلهم هيتحسنوا. لازم نسبه كبيره منهم هتتحسن ونسبه كبيره حتى هتبقى فيها ديسابيلتي. عشان كده تقريبا اللي ياخدني الكلام ان الافكت بتاع التي بي ايه انتل ناو من 30-40%. ليه؟ لان في ارم تاني اللي هو بيقول لي ان انت لازم على المايكرو سيلولر ميتابوليزم لازم تصلحه، سواء البروتكشن للسيلز او الانفلاماتوري سيلز او الامينو اسيد او الاكسيتاتوري نيورو ترانسميترز، دي لازم تتحكم فيها. فعشان كده ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من النقطه دي. احنا مش هندخل في التريتمنت بالتفصيل، التريتمنت ده هياخد يعني على الأقل وقت زي كده، لكن أنا ده حاولت إن أنا أعمل أوفر فيو على كل الاستروك عشان توصل رسائل معينة من خلال الكلام ده. عشان كده لو جاني عيان عنده احتمال يكون عنده استروك، والله لقيت إن أنا عنده استروك هروح أعمل له، ما عندوش هيدخل في الترياج and manage as appropriate زي ما على حسب الدياجنوزيس بتاعه. لو كنت طلع عنده ستروك أشوف العيان ده candidate for TBA or not. لو candidate for TBA هيدخل في البروتوكول بتاع TBA. لو not candidate for TBA أشوفه candidate for endovascular management ولا لا. لو candidate for endovascular management هيدخل في endovascular protocol. لو مش candidate هيدخل في general measures واعمل prevention and treatment of complication. يبقى انا هنا التريتمنت عندي دلوقتي محتاج ان انا نتكلم على later on ان شاء الله على البروتوكول بتاع TBA، البروتوكول بتاع endovascular management، treatment of risk factors سواء before TBA أو after أو before occurrence of stroke أو after occurrence of stroke. ده هيبقى محاضرة تاني، وأنا يعني أتمنى أن يكون الأخوة النواب والمدرسين المساعدين استفادوا من الكلام اللي أنا بقوله. كمان بتمنى ان لو حد من الزملاء والاساتذه حاضرين معايا ان يكون قدرت اوصل رساله من خلال المحاضره دي، لكن انا قصدت ان انا اعملها محاضره جنرال كده عشان اغطي فيها حاجات كتيره، لكن لو اتكلمنا بالتفصيل ده عايز لنا شهر ولا شهرين نتكلم في الاستروك. وشكرا جزيلا، ومره ثانيه أنا بشكر شركة إيفا فار، وإن شاء الله نلقاكم في محاضرات تانية. هنرتب إن شاء الله في جدول زي ما قلنا في الجدول إن شاء الله، ونشوف الأيام. إحنا معادنا الثلاث إن شاء الله. لو شركة إيفا سمعاني أنا مع حضرتك دكتور، أنا سامع حضرتك. أنا بشكر حضرتك، أنا بشكر حضرتك جدا طبعا دكتور على interesting topic session بتاعت حضرتك دي طبعا، وبشكر طبعا كل الدكاترة اللي كانوا موجودين معانا. أنا لو تسمح لي بس دكتور، إحنا أنا كنت يوم الثلاث
كنت حابب ان انا يعني انفايت كانت حضرتك وكل دكاتره. كان في اللي هو دكتور مريم كاريكو، دي دكتوره ايطاليه كانت مفروض هي كانت اتصابت بالكوفيد 19 وريكفرت، هي استاذه مساعده في جامعه بافادبا في ايطاليا، فكانت حابه تشير الاكسبيرينس بتاعتها معانا، فاحنا اتواصلنا معاها وقدرنا نوصل ان احنا يبقى معانا من الساعه كام يا مينا؟ يوم الثلاث الساعه 8 يا دكتور. الساعه 8 يبقى احنا ممكن نخلي احنا ممكن نخلي المحاضره مثلا من 7 ل 8 لو الزميل اللي هيتكلم يوم الثلاث، عشان ان احنا برضو مش عايزين نوقف الجدول بتاعنا لان احنا عملنا جدول، فياريت تدونا حتى من 7 ل 8 مثلا اشوف بس الزميل اللي هيتكلم يوم الثلاث، او لو عايز يتكلم من 10 ل 11 وابلغكم. طيب خلاص ماشي. تمام يا دكتور. لو برضو لو حضرتك برضو في الظهر احنا مش فيش مشكله معانا، الساعه 5 فيش مشكله معانا، يعني الوقت ده كله مع حضرتك يعني ما فيش مشكله معانا خالص يعني. وبرضو لو حضرتك تسمح لي برضو يعني اكلم حضرتك وشوف ميعاد اللي رايح حضرتك برضو يعني. خلاص وننسق اليوم الثلاث امتى، او لو في ممكن لو امكن يوم غير الثلاث لو انتوا حابين، ولا نخليها الثلاث بعديها او قبليها احسن؟ الثلاث قبليها او بعديها؟ لو حضرتك حابب ممكن ننسق لو حضرتك ممكن الثلاث قبليها وبعديها ده لو يريح حضرتك، او لو حابب حضرتك ممكن نخليها يوم الاربع مفيش مشكله برضه، بحيث لو طب انا اشوف ما بقاش لودينج برضه على حضرتك والدكاتره حابين برضه يشاركوا معانا في السيشن بتاع الدكتوره مريم اللي هتبقى السبيكر يعني اللي هي الضيفه بتاعتها من ايطاليا. طيب خلاص انا اشوف الزملاء ونشوف تمام الدنيا دكتور. ايه وننسق، لكن شكرا لكم جدا يا مينا. لا العفو يا دكتور، الشكر كامل لحضرتك، الشكر كامل لحضرتك، ربنا يخليك، وشكرا للزملاء عندنا في القسم اللي سمعوني، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل اي حاجه ليهم ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور محمد. شكرا ليك يا دكتور. انا بستاذنك بس، هو دكتور طارق كان محتاج يقول حاجه. اتفضل يا دكتور طارق. دكتور محمد شكرا حبيبي. خالص شكرا خالص على المحاضرة الجميلة يا دكتور محمد، يعني كما تعودنا دايما يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتك كده، وان شاء الله نستمر على طول كده ان شاء الله في الكورس التعليمي بصورة منتظمة ان شاء الله كده ان شاء الله. وشكرا لمجهودك طبعا في ترتيب الميتنجز دي المتوالية ان شاء الله دكتور محمد دي. شكرا يا حبيبي، كتر خيرك يا دكتور طارق، وربنا ان شاء الله يوفقكم كلكم ان شاء الله. احنا عايزين حتى فرصة في الايام دي نعمل حاجة للنواب والمدرسين المساعدين، كنا عايزين نعملها وكنا هنبدأ فيها، لكن الظروف، لكن ان شاء الله مش هنوقف على اي ظروف بإذن الله. السلام عليكم. تمام يا دكتور. السلام عليكم. السلام ان شاء الله. سلام يا دكتور محمد. سلام عليكم. سلام يا دكتور، شرفتونا. سلام يا دكتور، تفضل. سلام يا دكتور. Thank you.